الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، وأضاف وزير الخارجية أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان ان الماساه التي يعيشها لبنان الان هي نتيجه للعجز المخزي لمجلس الامن عن الاطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائره منذ عام كامل في غزه مذكرا بان مصر حذرت مرارا وتكرارا من ان استمرار الحرب في غزه ينذر باتساعها الى ساحات اقليميه اخرى وبتهديد السلم والامن الدوليين في كامل منطقه الشرق الاوسط هذا واكد وزير الخارجيه ان عوده الاستقرار الكامل لمنطقه الشرق الاوسط مرهون اساسا بالتطبيق الكامل والفوري لقرار مجلس الامن رقم 2735 ووقف الحرب على قطاع غزه وخلال الجلسه اكد الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط ان العجز امام مواجهه الوحشيه في قطاع غزه بما في ذلك عجز مجلس الامن الذي يجسد الاراده الدوليه هو ما شجع قاده اسرائيل على التصعيد من جانبه دعا رئيس حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه نجيب قاطي مجلس الامن للضغط على اسرائيل من اجل وقف فوري لاطلاق النار على كل الجبهات وقال ميقاتي ان المستشفيات اللبنانيه تعج بالمئات من المصابين المدنيين ومن بينهم نساء واطفال، واعتبر ان الانتهاكات الاسرائيليه المستمره تقوض كل جهود التهدئه وستؤدي الى مزيد من التصعيد في المنطقه. وخلال الجلسه اكد انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحده ان لبنان اصبح على حافه الهاويه. وأن أكثر من تسعين ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب مشددا على ضرورة احترام السيادة اللبنانية وأن تتمتع الدولة بالسيطرة الكاملة على الأسلحة في البلاد وقال الأمين العام إنه لا يمكن أن تتحول لبنان إلى غزة أخرى من جانبه أكد جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي أن الوضع في لبنان اليوم يمكن أن يصل إلى نقطة لا عودة مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما للسماح بالمفاوضات وخلال الجلسة أيضا أكد أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري أن ما يتعرض له لبنان اكتملت فيه كل أركان الجرائم التي استنسختها إسرائيل من غزة واضاف وزير الخارجيه الجزائري ان اسرائيل تحاول تحويل لبنان الى غزه اخرى مشيرا الى ان الشرق الاوسط بحاجه لتضافر جهود الجميع لتجنيبه ويلات حرب شامله تلوح في الافق القريب ميدانيا تبادلت اسرائيل وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود واوضحت مصادر لبنانيه ان غارات اسرائيليه استهدفت بلدات النبي شيت ويونين وعلي النهر والعين بالبقاع شرق لبنان بينما اعلن حزب الله استهداف التجهيزات التجسسيه في موقع راميه وكذلك قصف بالمدفعيه الثقيله ثكنه برانيت شمال اسرائيل في الوقت نفسه اعلنت وزاره الصحه اللبنانيه مقتل ما لا يقل عن 72 شخصا واصابه المئات في الهجمات الاسرائيليه على لبنان. هذا وقد دعت وزاره الخارجيه الرعايا المصريين الى تجنب السفر الى لبنان في الوقت الحالي الا للضروره القصوى في ضوء التطورات المتلاحقه التي يشهدها لبنان. كما حثت الخارجيه المصريه المواطنين المتواجدين في لبنان بضروره اخذ اقصى درجات الحيطه والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا والالتزام بتعليمات السلطه اللبنانيه والبقاء على تواصل مستمر مع السفاره المصريه في بيروت. الى ذلك واصل الاحتلال الاسرائيلي غاراته العنيفه على مناطق متفرقه بقطاع غزه. واوضحت مصادر فلسطينيه استشهاد اربعه فلسطينيين واصيب اخرون في قصف لطيران الاحتلال على منزل شرق مدينه رفح الفلسطينيه جنوب قطاع غزه كما اصيب سبعه فلسطينيين في استهداف الاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات وسط القطاع رياضيا خاض فريق الزمالك الميران الاول في الرياض استعدادا للسوبر الافريقي امام الاهلي يوم الجمعه وادى لاعبو الزمالك فقره خططيه خلال الميران شهدت التركيز على بعض الجوانب التكتيكيه الخاصه بخطه اللعب في لقاء السوبر الافريقي هذا وقد وصلت بعثة فريق الأهلي للعاصمة السعودية الرياض لخوض نهائي السوبر الإفريقي أمام الزمالك والذي سيقام على استاد أرينا